الكلمة الآن للسيد رئيس المجلس العلمي بوجدة سيد مصطفى بن حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وصلى وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد رئيس جامعة محمد الأول، السادة المدارس، السادة الحضور، السادة رؤساء المجالس العلمية الحاضرين إلى هذا اللقاء، أود أن أسهم في هذه التظاهرة بكلمة عامة تكون بمثابة وضع معالم للنظر في هذه المعضلة التي يناقشها هذا اللقاء. أولاً، من حيث أهمية الجدوى، لا أظن أن هنالك موضوعاً هو أكثر جدوى وأهمية أن يعالج في هذه اللحظة من موضوع الإرهاب الذي يعاني منه جهات كثيرة من العالم الإسلامي. وإن من تمام الوعي بهذه الأهمية أن تتداول الجامعة هذا الموضوع، لأن الموضوع ربما تداول على أصعدة مختلفة منذ أزمنة، وتحدث فيه أناس من ذرايا متعددة ومن مقاربات عديدة، لكن الجامعة حينما تتناول الموضوع فإنها تتناوله بالمنهج العلمي الذي من شأنه أن يفضي إلى تقريب الحقيقة. لذلك أثمن هذا اللقاء وما سيجرى عليه إن شاء الله، وأقول إن معالجتي أو حديثي مختصرة جدا إن شاء الله عن هذه الظاهرة، يجب أن أشير فيه لأنني سأنحو به إلى معالجتها من زاوية كونها لها صلة بالمتدينين، وإلا فإن الإرهاب يتم الآن على نطاق واسع في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، يتم الآن في جهات الأرض يسكت عن بعضه، ما يحدث في ميانمار من تحريق وتختيم هو إرهاب، ما يحدث في إسرائيل هو إرهاب، ما يحدث في جهات أخرى هو إرهاب، لكن الحديث الآن وبحكم انتمائنا نحن إلى الدائرة الإسلامية، وأننا نستطيع أن نعرف الأسباب من خلال رجوعنا إلى ثقافتنا، يمكن أن أحصر الحديث في هذا الجانب، لا على سبيل أنه الجانب الوحيد، وإنما أقول إن الإرهاب يجب أن يقارب ويعالج دوليا، لأن لكل جهة أسبابا معينة ودواعي معينة، ولكن دعنا نتحدث عنه من الجانب الذي نعرفه الآن. أولا، من الخطأ الكبير أن نتحدث عن الإرهاب بعيدا عن فكر أو كيف نفكر الذين يمارسون الإرهاب. أنا أسمع في كثير من المرات وقرأت كثير من ابتدار 11 دار البيضاء أحاديث متعددة، بعضها إنما هو وضع علامة أو نتيكات الحالة المغربية، وهو في الحقيقة ليس إلا نقلا لكلام معادل ومكروه، وربط الظاهرة أو الإرهاب بعوامل معينة هي العامل الاقتصادي والتهميش وما أشبه ذلك. هذه العوامل ليست مقنعة لأنها لا تفسر الظاهرة كلها. الإرهاب ليس شيئا يفعله دائما مهمشون وفقراء وضعفاء، بل هو شيء يأتيه ناس في مستويات اجتماعية عالية ويأتيه مثقفون وناس، بمعنى أننا أن هذا التفسير ليس له أن هذا القول ليس له قدرة تفسيرية شاملة. لذلك أقول إننا حينما نريد أن نعرف الإرهاب لا يجوز أن نتحدث عن الإرهاب كما نفترضه أو نلجأ دائما إلى حديث معمم، بل لا بد أن نغوص في فهم هؤلاء من خلال قراءة أدبياتهم أولا، من خلال قراءة كيف يفهم هؤلاء، من خلال خصوصا قراءة ما توفر الآن من كتب المراجعات. أعتقد أن من الخطأ الجسير ألا يقرأ الناس كتب المراجعات. كتب المراجعات هي اعترافات أناس تورطوا في الإرهاب ثم انتهوا بعد ذلك إلى بعد النقاش انتهوا إلى التبرؤ منه، وكتبوا كتبا عديدة، كتبوا في نهر كتاب نهر الذكريات كتبا عديدة، أنا أحصيت نحو 10 من الكتب قرأتها
قرأت اعترافات هؤلاء كيف أنهم أخطأوا وكانت أخطاؤه أخطاء معرفية بالدرجة الأولى، ثم رجعوا عن ذلك كله، يقولون خصوصا هؤلاء الذين انتموا إلى الجماعة الإسلامية أو جماعة المسلمين كما التي في حدث أشياء كثيرة في مصر. فأقول إن الخطأ كما قلت يجب أن يعاد فيه إلى أصله إلى الأفكار. لو أردت أن أختزل لقلت إننا بعموم أو في نهاية المطاف نقول إن هنالك أزمة هي أزمة تكفير، وتكفير يتحدث به الناس جميعا، هؤلاء المكفرون ومكفرون تكفيرون، ولكن ليس التكفير بهذه البساطة وبهذه السهولة لنصل إليه بهذا المعنى. التكفير الذي ينتهي به هؤلاء هو نتيجة عن خطأ في تصور كان محكما بوجود العلماء، ولكن حينما أزيح العلماء تكلم الناس في العلم بما يعرفون وما لا يعرفون. والخلاصة هو أن عندنا سؤالا كبيرا جدا ينتهي إلى التاريخ القديم عندنا، وهو سؤال يتعلق بمفهوم الإيمان. ما هو الإيمان؟ هؤلاء ربما الناس الآن لا يهتمون بالموضوع، ولكن هؤلاء يهتمون به اهتماما كبيرا. الإيمان عندنا في تعريفنا السني هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان. لكن هؤلاء لا يفهمون درجة انتساب هذه المكونات إلى الإيمان، هل هي على درجة واحدة؟ علماؤنا أو علماء السنة يقولون نعم، الإيمان أساسا هو الاعتقاد، والإيمان الذي ينطق به اللسان إنما هو من أجل الاندماج في الجماعة الإسلامية، أن يكون اللسان مسلما فتجرى على أحكام الإسلام. أما الإيمان باعتباره عملا فإنما هو كمال. إذن فالإيمان في الأساس هو الاعتقاد، لكننا وجدنا مذاهب متعددة، وجدنا في التاريخ أن هنالك فئتين اعتبرت العمل جزءا مكونا من الإيمان، وهما طائفتان في التاريخ هما الخوارج والمعتزلة. المعتزلة قالوا إن من ترك العمل كأن مثلا يقع في معصية من الكبائر لا يكون مؤمنا ولا كافرا، فاقسموه منزلة من المنزلتين. وقالت الخوارج بأن من ترك العمل أي عمل فهو كافر، وبالتالي فالخوارج هم الذين بدأوا العنف في تاريخ الإسلام. ولذلك كانت مواجهة المسلمين للخوارج بالفكر الخارجي مواجهة علمية حتى انحصر هذا المد الخارجي. تعرفون في تاريخ المسلمين كانت هناك فئات أو فئة على الأقل حاولت أو قالت بهذه الأعمال، وهي فئة الحشاشين لزاساسان، يتسمي لزاساسان أخذ من الحشاشين، فكانوا يعتمدون القتل في مواجهة الخصوم. ولكن هذا انحصر بسبب انتشار العلم السني. إذن فهؤلاء الذين عادوا من جديد إلى هذه المقولة عادوا ليقولوا إن كل من ارتكب كبيرة في نظره، كل من خالف كل فهو كافر، وبما أنه كافر فهم يسلطون عليه العنف. إذن هذا السبب، ولذلك حينما نبدأ المعالجة يجب أن نبدأها من هنا. لو عالجنا هذه الظاهرة بأي معالجة من غير هذه لكنا مخطئين بالتأكيد، لأن هذا الأمر كما قلت ربما لا يصل إلى كثير من الناس، وكلام فيه طويل لا أريد أن أخوض فيه. من كذلك من الأشياء التي تتكرر في أدبياتهم هو قضية الدار، حكم الدار، هذه الدار وهي دار الإسلام أو دار الكفر، وهذا كلام طويل عريض، وهي فكرة في الأساس ليست من أي بعض العلماء يشكك فيها أن تكون هذه، لأن الإسلام واسع ومداح في الأرض، والأرض كلها باعتبار لها صلة بالإسلام نوعا ما، واختلفوا في هذا. ولكن القول الذي كان يعتمد المسلمون أن الإنسان حينما يكون في أرض ما ويأمن على نفسه الأمن على النفس ويمارس عبادته فتلك الدار باعتبار المسلمين وباعتبار خصوصا ما يقول بالحنفية هي دار الإسلام، ولو أن غالبيتها لم يكونوا مسلمين، ولو أن من يحكمها ليس مسلما. هذه إذن أفكار لو حاولت أن أتوسع فيها لكان ذلك يستغرق حديثا أو يستغرق حيزا زمنيا طويلا. فأقول إن الأمر إذن أو المعضلة أساسا هي معضلة معرفية، ولذلك أظن أن أمير المؤمنين بحكم إمارة المؤمنين حينما دعا إلى إصلاح
او الى مراجعه برامج المناهج التعليميه الدينيه، هو وضع الاصبع على هذه القضيه. بعض الناس لم يفهم هذا وقال هذه فرصه لنتخلص تقريبا من الدين ومن اهل الدين، هناك من يحلم بهذا لا شك في ذلك، ولا حلم بهذه المناهج. لكن هذا الذي توجه اليه فكر امير المؤمنين هو الصواب، لان هؤلاء الذين يستقطبون للارهاب ليسوا من طلبه العلوم الشرعيه ولا من اهل القران، من كل الجهات. والذين يمارسون الارهاب هم على معرفه عاليه بالتقنيات، فهم ينتسبون الى مؤسسات تقنيه، هم عارفون باللغات، هم عارفون، بمعنى اننا محتاجون الى ان نعمم الثقافه الدينيه الصحيحه على الجميع من اجل وقايه الجميع. ليس الان المراد هو المواجهه، المراد هو تحصين الامه بنشر المعرفه الشرعيه. نحن حينما كنا في هذا البلد كنا بلدا يعني له مقومات، كان هذا البلد سنيا، كان البلد مالكيا، وبكون المالكيه، وانا دائما اشير الى هذا الفكر، وانا اعرف ما اقول بان المالكيه كانت حمام امان للمسلمين للمغاربه هنا، ولان مجموع الطوائف التي كانت موجوده في بلاد المسلمين في المغرب، وكان فيها المذهب الخارجي بشقين، وكان فيها المذهب الشيعي في مناطق من المغرب، وكان فيها المذهب الاعتزالي، كان المغرب موزعا. لم ينضبط هذا الا باعتناق المغاربه واخذ المغاربه بالمذهب المالكي، لان المغرب المذهب المالكيه له صفتان، هو مذهب فقهي من حيث هو فقه، وله مذهب اخر ومذهب عقدي، لان مالكا كان من ائمه السنه وكان يفوض الابتداع العقدي، ولذلك صفي الجو وخلى الجو في المغاربه من النزاعات التي نجدها الان في الشرق، في العراق او في سوريا، من وجود طائفيات وتناحر مستديم او على الاقل القنابل موقوته. المغرب عاش على هذا الصفاء وعاش على هذا التوحد، و أضيف إلى ذلك بعد ذلك مجيء الأشعرية، والأشعرية أيضا هي أضافت شيئا آخر للسلم الاجتماعي. إذا فهذه مقومات السلم حينما نريد أن لا نخترق، لابد من مزيد تحصين الناس عن طريق تمكين الفقه المالكي، وأن لا يتكلم في الفقه المالكي من لا يعرفه، لأن هناك تشويشات كثيرة عن الفقه المالكي وكلام من، وهذه مغامرة كبيرة محسوبة غير محسوبة العواقب، يتحدث بها الناس عن أشياء من الدين لا يعرفون لها عنوانا، يتراشقون ببعض الألقاب ليسوا من أهل العلم ولا يمكن أن يقدموا شيئا إيجابي لهذا. إذا فهذه الأشياء التي ذكرت لكم نرجو إن شاء الله أن تهتم بها الجامعة مستقبلا خلال برامج للدراسة من خلال عقد ندوات، على الأقل إن شبابنا في كل الكليات في كل جامعة يجب ان يتلقى دروسا على الاقل للتحصين، التمنيع ضد ان يستقطب او ان يجتذب لجهه وجهه. النموذج المغربي في التدين المغرب نموذج سليم صحيح مؤسس، وليس من مصلحه المغاربه ان يسمحوا لاي جهه من الجهات من الشرق او المغرب ان تخترق هذا النموذج بدعاوى هابطه، لان بلدنا كان بلدا ينتج العلم، كان فيه القرويين، وما من شيء فعل الا يستطيع العلماء الان ان يدافعوا عنه، وانه ليس ابدا بدعه، وانما هو شيء يمتد العلماء الى صلاحيته ونفعه. اذا هذه كلمه وجدت الاسهام بها في هذا اللقاء، وارجو لهذا اللقاء ان شاء الله ليس لها نتائج علميه يحيط بها يلم باكثر جوانب هذه الظاهره، وارجو ان تستمر الجامعه ان شاء الله في عقد مثل هذه اللقاءات على مستوى الكليات كلها، وان يحضرها مجموعات كبيره من الشباب، وان يفتح النقاش حتى للذي يخالف، ان يفتح النقاش ولكن يكون نقاشا علميا فقط، ان يكون يتحدث من يعرف ومن لا يعرف يلزم الصمت او يسري، لان البلد الان لا يتحمل ابدا اي مجازفه في هذا الجانب، وهذا الارهاب المتمدد يجب ان يقف المسلمون، يقف المسلمون عموما، المغاربه خصوصا ان بلدنا لله الحمد فيه هذه الفراده وفيها التمييز، يجب ان نقف ضده صفا واحدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.